عارفك باغي تشوفني خليك واحد صورتي هيك صوتي ما بقيتش نتاك في التراسي في تخيالي براستي هاك تاع المد الزنقة لبست وجهي ماسك دوب الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الحلقة ديالنا غادي تكون على واحد الشخصية التي لا يعرفها غالب المغاربة، فإذا سألت أي مغربي أن يذكر ملوك المغرب يعني عبر التاريخ بتراتبية وحكامه سيقول لك محمد السادس، الحسن الثاني، محمد الخامس، وعبد الحفيظ، ويستمر في سرد الأسماء. لكن إذا قلت له أن هناك ما يعني بعد عبد الحفيظ كان هناك سلطان آخر حكم المغرب يعني قبل محمد الخامس أو بتوازي مع محمد الخامس، يعني فالقلة القليلة التي ستتذكر وتتعرف على هذا السلطان، لأنه يعني ونحن لا نتكلم يعني على واحد السلطان جاء طاح من السماء، بل بايعته القبائل وبايعه الناس وقاوم الاستعمار في حين الذي كان فيه محمد الخامس يعني هو مختبئ في جحره في القصر ويوقع على قرارات ويوقع على اتفاقيات تخدم الصالح الفرنسي صالح المستعمر الفرنسي. فنحن هنا نتكلم بكل بساطة عن أحمد الهيبة ابن الشيخ ماء العينين الملقب بالسلطان الأزرق، وكان لقبه هذا بسبب لباسه الأزرق الصحراوي، يعني هذا التاريخ الذي يحاولون أن يخفونه دائما، وإذا ذكر أحمد الهيبة يذكر على أساس أنه مقاوم، ولكن الحقيقة أنه جاء بعد أن قامت فرنسا بتنحية عبد الحفيظ يعني فبايعته القبائل، فكان هو الذي واجه هذا الاستعمار الفرنسي وغير قرارات وعين وزراء، بل وبايعه بعض يعني القادة الذين كانوا تابعين للسلطان عبد الحفيظ بعد أن سيطر على مناطقهم. يعني هذا اللباس قلنا الصحراوي الذي كان يرتديه هو اللي كان سبب في شهرته، يعني وكان مقاوما للاستعمار الفرنسي. الهيبة ولد سنة 1877 في مدينة أزوكي بأضرار الموجودة في موريتانيا حاليا، يعني ومن هنا نفهم أنه في تلك الحقبة من الزمن لم يكن هناك واحد حاجة اللي سميتها حدود مرسومة أو منطقة لا يمكن أن تتجاوزها إلا بعد الحصول على تراخيص والحصول على تأشيرات. هذا الفكر يعني جاء هو فكر استعماري، جاء مع الفرنسيين ومع الإسبان ليفرقوا بين أبناء الأمة الواحدة. ووالدته هي ميمونة بنت أحمد بن علي، وهو الابن الحادي عشر من أولاد الشيخ ماء العينين. كان والده يصطحبه معه في الأسفار ويكلفه بمهام لدى السلاطين وغيرهم، وكأنه سبحان الله كان يعده لأمور كبيرة في المستقبل. وانتقل للعيش من شنقيط إلى تيزنيت التي أقام بها هو وأقاربه وتلامذته، ثم اجتمع عليه أهل سوس من أجل مقاومة الاستعمار الفرنسي سنة 1912، يعني بعد وفاة والده الشيخ ماء العينين سنة 1910 تولى خلافته، وهذا بإجماع أبناء المنطقة. اتفقت أسرة أهل الشيخ ماء العينين على تعيين الشيخ أحمد الهيبة خليفة لوالده في حينها في القيادة وفي تولي مهام الجهاد والمقاومة. وبعد يعني أن تم التوقيع على معاهدة فاس في 30 مارس 1912، معاهدة فاس ما بين يعني عبد الحفيظ الأول وقوات الحماية، تم تنحية عبد الحفيظ ليحل محله محمد الخامس. يعني وأنا أتعجب للناس الذين يقولون عنهم في عصرنا الحالي، يعني ناس بدون بحث بدون تنقيب في التاريخ بدون قراءة يقولون عنهم أنهم كانوا مجاهدين وضحوا بالغالي والنفيس. يعني ما عسى أقول لكم يعني من غير ما أقصح وجهكم، فبمجرد أن يقرأ المغربي أنه في التاريخ كانت هناك معاهدة بين عبد الحفيظ
العلوي والقوات الفرنسية والإسبانية وهي معاهدة فاس. يعني جوجل ما تخليك في غبينا، دخلوا شوف البنود ديال معاهدة فاس شنو فيها، والتي يعني بموجبها تنازل السلطان عبد الحفيظ على السيادة المغربية لهذا الوطن لصالح فرنسا وإسبانيا، وحافظ على عرشه بالرغم من أن فرنسا لم تلتزم بوعدها معه. يعني هو حينها بغى غير العرش ديالو والقصر ديالو والحريم ديالو وما ما يصرفه من مال. هادشي اللي كان قال لهم يعني الارض والمواطنين هم لكم، يعني سيطروا كما شئتم. يعني بمجرد ان تسمع بهذه المعاهده هذا وحده كفيل بان تلعن هذه السلاله خلفهم بسلفهم. فبلا ما نطولوا في هذه النقاشات على العلويين، فاجتمع على احمد الهيبه اهل سوس و اكتظت مدينة تيزنيت بالحشود من مختلف القبائل، فعم خبر بيعته بلاد المغرب والصحراء. هنا نتكلم عن بيع، والكل يعرف شنو هي البيعة، وبلاد شنقيط أيضا اللي هي موريتانيا حاليا. يعني ديك هذه المناطق كاملة بويع فيها، يعني فتوافدت عليه القبائل لمبايعته كأمير للجهاد، أبرزها قبائل أيتباها، أيتبا عمران، الخصاص، إفران، مجاط، أصغر، ولتيتا، جبال قزولة، إداوزيكي، إداوتنان وغيرها. وهنا نتكلم يعني عن شعب، عن مبايعته، عن اختيار الناس لقائد بعد أن ظهرت لهم حقيقة العلويين. يعني وغسيل الدماغ الذي تعرض له المغاربة يعني خلال عشرات من السنين أو خلال مئة سنة الماضية عبر وسائل الإعلام وتزوير التاريخ، يعني أنساهم هذا التاريخ الحقيقي. وألغى يعني أحمد الهيبة يعني بمجرد توليه الحكم على المناطق التي سيطر عليها المكوس. والمكوس اللي ما كيعرفوش، يعني أنا أيضا لم أكن أعرفه، ولكن بقيت كنقلب عرفت شنو هو المكوس. هو كان يعني في تلك الفترة يعني ما يشبه الجمارك حاليا، يعني الديوانة والديوانيين، يعني عن طريق يعني تثبيت نقط مراقبة للمبادلات التجارية اللي ما كانش حينها ولكن فرضها يعني العلويون بعد أن قاموا بتبذير مقدرات الدولة وأموال الدولة وفرغت خزائن الدولة باش يعني يعوضوا الديون التي تراكمت عليهم. وإلا رجعنا للديون ديال العلويين عبد الحفيظ وعبد العزيز حينها، غلقوهم كانوا يعني يتدينون الأموال الباهظة فقط من أجل شراء، يعني فكان ديك الطفرة الصناعية في أوروبا، شراء يعني سيارة، شراء دراجة، شراء آلة تصوير، شراء قاطرة. يعني قاموا بإحضار سيرك إلى داخل القصر الملك، يعني كل شيء كانوا كيجيبوا لداخل عندهم، كانوا كيعيشوا واحد الحياة ديال يعني ما يفعله محمد السادس الآن، يعني تبدير الأموال، هل يختها المقانة بمليارها، نفس العقلية ونفس التاريخ يكرر نفسه. يعني أثقل المخزن كاهل السكان يعني بهذا المكوس لتسديد ديونه المتراكمة جراء القروض الخارجية التي أغرق بها السلطان عبد العزيز وعبد الحفيظ المغرب. فما لبث أن صار الهيبة أمير بكامل مواصفات مواصفاته، فهو لم يكن مثل العلويين يتحصن خلف أسوار القصر، بل كان يقود الهجمات العسكرية بنفسه. يعني فقاد حركة مقاومة ينشر فيها فكرة ديال الجهاد ضد النصارى، مستغلا تذمر القبائل من السلطة وقواد المخزن ونهبهم، فألهب حماس القبائل وزعزع مواقف القواد وسلطتهم. يعني فكنا يعني من خلال هذه القراءة لهذا المراجع كنشوفوا بالله يعني حتى في ديك الوقيتة كان عدم رضا على العلويين. بمجرد ما خرج لهم واحد القائد أو واحد الشخص اللي بإمكانه أن يواجه العلويين اجتمع الكل حوله. فنفس العقلية عندنا إلى 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 غاية إلى حدود الساعة، يعني كلما ظهر شخص يعني جهر بالحق في وجه السلطة واجتمع حوله الناس، كتلقاها ومشى 20 عام الحبس، 15 عام الحبس، أو حتى من سنده فقط بالكلام. يعني
الاعتقال والاغتصاب في السجون أو التصفية، هذا هو المصير. يعني فالنهب ديال السلطة العلوية للناس يعني خلاهم خلى الناس ينقلبوا عليهم، وما صمتوا عليهم إلا خوفا منهم. فانتشر صدى يعني أحمد الهيبلي يعم كل القبائل، سوس وحاحة والشياضمة، في الوقت الذي كان فيه أحمد الهيبة يقاوم الاستعمار الفرنسي، كان العلويون الذين يمجدهم المغاربة ويمجدون تاريخهم الأسود منشغلين بتبذير أموال الناس وبالاتفاق مع الفرنسيين على خيانة المغاربة. زحف الهيبة على مراكش بجيش قوامه 9000 مجاهد، فدخل يوم 15 غشت 1912 بعد 3 أيام فقط من تنازل السلطان عبد الحفيظ عن العرش. يعني فاش وقع المعاهدة وتنازل، يعني من تلاه مباشرة ومن بايعته القبائل المغربية والمغاربة هو أحمد الهيبة، ونزل بعسكره قرب حدائق المنارة وانضم إلى جانب الهيبة في حملته هذه. بعض القادة دعموه بالرجال والسلاح، و يعني كان هناك من القادة الذين كانوا مع العلويين من قلب عليهم، يعني قائد الشياضمة والمنابهي وعبد السلام البربوشي الرحماني، وأخضع الهيبة تحت سيطرته وسلطته كبار القادة بالمغرب آنذاك، وكان أبرزهم القائد التهامي المدني العيادي المتوكي القندافي، وكلها أسماء بإمكانكم الرجوع يعني للبحث عنهم من خلال جوجل. وحتى أحمد الهيبة ستجدون عنه العجب العجب، يعني الذي لمن لا يصدق هذه القصة، كتب فقط السلطان أحمد الهيبة ابن ماء العينين في جوجل، وستخرج لك يعني نتائج البحث، سواء المخزنية ولا سواء الحقيقية. المخزنية فلن ينكر أنه قاوم وجهد وبويع، يعني هما يقول لك بويع من أجل الجهاد ومحاربة الاستعمار، إلا كان هو يحارب الاستعمار فماذا كان يفعل العلويون يعني في ديك الوقيتة؟ لا شيء، يعني كيجيبوهم وقع هنا وقع هنا وقع هنا وقع هنا، لك العرش ولك الحريم ولك القصور، غير سكتنا. يعني واش نقول لكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. استقبل الهيبة يعني عند دخوله مراكش بحفاوة، كان يحكم مراكش آنذاك الباشا إدريس بن منو، يعني باسم السلطان عبد الحفيظ، ويساعده الباشا القلاوي الغني على التعريف، وكان عدد المقيمين يعني وأخضعهم حينها، وكان عدد المقيمين الفرنسيين بمراكش في تلك الفترة 25 فردا، يعني كلهم غادروا في اتجاه مدينة أسفي باستثناء 6 ديال الفرنسيين. اعتقل الهيبة 5 منهم، وكان فيهم واحد القنصل وقائد ومدير القنصلية، واحد الطبيب اللي سميته الدكتور كيشار، والرقيب فيورين. فعرض القائد العيادي على الهيبة مبلغ 500,000 فرنك مقابل إطلاق سراحهم. يعني باش نلاحظوا هنا أن من يتوسط للأسرى الفرنسيين القائد العيادي، يعني أحد القادة ديال العلويين، باش عرفوا الخيانة أنها كانت يعني مكتملة الأركان، يعني حتى أنهم كيتسخروا لفرنسا ويحاولون فداء الأسرى ديالهم بمبالغ مالية كبيرة. يعني وقبل وفاته زحف جيش الشيخ أحمد الهيبة بمقاتليه نحو مراكش، ونودي سلطانا على المغرب في 17 غشت 1912، فأرسلت فرنسا جيشا إلى الشيخ الهيبة. كان النصر إلى جانب الشيخ الهيبة، ويضيف يعني الكاتب أن فرنسا أرسلت جيشا ضخما آخر، فهزم للمرة الثانية في معركة سيدي بوعثمان 1916، يعني 4 سنوات بعد أن تم إعلانه كسلطان. يعني الفترة التي حكم فيها لم تكن بالفترة الهينة، يعني لكنه وصل، يعني هذا الجيش الذي فر من مراكش، لكن
واصل مقاومته إلى أن توفي بسبب المرض سنة 1919، يعني 7 سنوات من الحكم. وهكذا انتهت مقاومته. والقصص والتفاصيل في قصة أحمد الهيبة طويلة جدا ولا تنتهي، إلى جينا نخوضه في جميع المعارك التي خاضها، فخصنا نديروا له سلسلة. ولكن بما ان يعني اهتمامكم مع الاسف جد ضعيف، يعني ملي كنبغيو نفصلوا في حياه احد الشخصيات، ف داكشي علاش هادشي اللي كيخليني ما كنهتمش بهاد المواضيع التاريخيه بزاف. ماشي ما كنهتمش بها، اهتم بها لنفسي، ولكن يعني ما كنبغيش نضيع واحد المجهود كبير باش ندير واحد الفيديو اللي كتحاول تاصل فيه لواحد الحوايج التاريخيه، فكتلقى الناس يعني يفرون من هذه المسائل، كيبغيو يهضروا غير على محمد السادس، كيبغيو يسمعوا على الحسن الثاني، يعني التاريخ القريب او الحاضر او المستقبل، هذا الشيء اللي كاين. وانتهت قصته مع يعني من قصه من القصص التي لا يريدك المخزن ان تعرفها، ولا يريدك ان ترى سوى العلويين. الشيخ الهيبه الذي له نصيب من اسمه، يعني لم يرث الحكم بل بايعته القبائل وساندته وحاربت إلى جانبه، عكس العلويين الذين فرضوا من طرف الفرنسيين علينا. كانت هذه صفحة من الصفحات التي لا يتكلم عنها الكثير. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. حيت شفرت لاصين هربت فيها بعيد فين، لقاو اثنين باغا تسمع ساعة العجب، بغاو يشوفوا ستريب تيز وصين سليب، عالم فليب تابعين اللي باعوا الكلام على وجه الكليب، مفراسهم والو مفراسهم، خليك معايا بلاش الصورة، حدي الماس وحالف كاع ما نحيدو.